إذن الدعاء تجزم به تقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ربنا آتنا هكذا ما تقول اغفر لي إن شئت يعني كأنك تقول إن استطعت تغفر لي اغفر لي أو تقول أنا غير مهتم بهذا إما تغفر لي أو لا لا تعزم وتجزم تقول اللهم اغفر لي وارحمني نعم